صافرة فيكتور كاساي، الرجل الذي يأتي بصافرة بداية أحداث هذا اللقاء. ذهب التسديدة قوية، اصطدت في حائط الصد، وصل لدى حسن معاذ، الأرضية موجودة والكرة بين يدي زهير لاروبي. نوايا هجومية تأتي من خلال الدقائق الأولى لأجواء هذا اللقاء بلا أدنى شك. أمامية بيزيتش، الكرة لدى فالديفيا، فالديفيا سدد والكرة بتمر. أولى كرات الاتحاد من فالديفيا، من أهدى قميص الاتحاد لنيمار، بحث بلقطة بكرة عن هز الشباك. الكرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب في البطولة التي احتضنتها أراضي المملكة. محمد الضو يبحث بكرة عرضية ذكية، واصل الآن لدى أحد، سامي كسار تسديدة مرت من ثامر الحاج إلى خارج أرضية الملعب. أو إسلام سراج، إسلام سراج، حمد الله، سلامة يا إسلام. لاعب الذي غاب لفترة طويلة، عودة حميدة بالنسبة لإسلام سراج. هنا التسديدة، لوكاس يحاول التوغل، لوكاس بالقدم اليسرى يسدد كرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. اتحاد يلعب واحنا لك سند، هذه الأغنية القديمة التاريخية للمدرج الاتحادي يرددها في هذه الأثناء. فالديفيا، الصافرة جاءت، فالديفيا يرسل كورة، يا قذيفة فالديفيا اصطدمت بالعارضة. فالديفيا يبحث عن مرافعة مدرج الاتحاد، أرسلها بإتقان، اصطدمت في العارضة. فالديفيا وصلت لدى ماتيو، سيد الضوء، سيد الضوء، عساف، عساف يرفض أن يشعل أحد الضوء عن طريق محمد الضوء. عساف القرني في اللحظة الأخيرة يتصدى، شوف الكرة، خطأ من ماثيو، بعد ذلك سيد الضوء مر وأسف في المرة الأولى. يعطي الكرة لدى إسلام سراج، محمد سيد الضوء بكرة خطيرة ليحد ونقلها في الجانب الأيمن، وكرة تبدو في غاية الخطورة. حسن معاذ ينهي ذلك ويبيدها إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. نقلات وكرة ما بين أقدام لاعبو أحد، أراد الوصول بها إلى مرمى. عساف القرني، شوف إسلام، شوف أيضا كرة من لويز، سرعة في تفيد الكرة. كارليتو أمامية، وصلت لدى بيزيتش، بيزيتش يبحث عن أرضية، عمر إبراهيم في التوقيت المناسب في المكان المناسب يبعد الكرة إلى خارج فيلانويفا. الكرة بالجانب الأيسر، المحاولة الآن لأحد، الأرضية من حسين، عساف مرت، كارليتو ما سيطر عليها لتمر بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الخروج الخاطئ من جانب أساف القرني. فالديفيا بكرة، فالديفيا بانطلاقة، فالديفيا بمرور، فالديفيا بعد ذلك يقاب، وكارلوس أوهين لديه بطاقة صفراء، وما بعد الصفراء إلا الحمراء. كارلوس أوهين يقصى بالبطاقة الحمراء. شوف الإعادة، شوف التدخل، وبعد ذلك القرار جاء من جانب حكم اللقاء وببطاقة حمراء. جماهير الاتحاد تتفاعل، جماهير الاتحاد تساند، وكارلوس أوهين لا زال متعجبا على حالة الطرد التي جاءت في اللقطة الماضية. معاذ
جماهير الاتحاد تساند، والغامدي يبحث، والكرة اصطدت ووصلت إلى يد عبدو بسيسي. فالدي في أمر الكرة لدى بيزيج، ألكسندر يحاول، الكرة لدى فالديفيا، سدد إلى ركلة مرمى. فالديفيا يقدم مباراة طيبة بعض الشيء، يقدم مباراة. فالديفيا يمر الكرة لدى بيزيج، ألكسندر يحاول، الكرة لدى فالديفيا، سدد إلى ركلة مرمى. فالديفيا يقدم مباراة طيبة بعض الشيء، يقدم مباراة. فالديفيا بتحرك حاضر، فالديفيا بتمريرة، بيزيج يحاول المرور، تسديدة، والكرة بين يدي المخضرم عبدو بسيسي، يصطاد الكرة الماضية. محاولة اتحادية أيضا هي الأخرى، لم يكتب لها النجاح. شوف كرة فالديفيا، ولا كارليتو يرسل الكرة العالية الرأسية من مان، والكرة وين؟ حسن مهاب برأسية رائعة في اللقطة الماضية، لكنها تلت بعض الشيء، وبعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الأرضية، شوف الرأسية، والكرة التي مرت وتلت، واللقطة كانت على نور. وفالديفيا أرسلها، والكرة بعد ذلك بقبضة اليد جاءت من عبدو، وصل كارليتو، بعد ذلك أيضا تعود لدى لوكاس، المرتدة لا وجود لراية، محمد عطية أرسلها لدى لوكاس ريمبار، كرة وين؟ جول أول يأتي لأحد، وبمرتدة مثالية، وبكرة مرتدة مثالية، وكما كتبت في كتبكم في كتاب كرة القدم، جاء بها الفريق الأحدي، كرة مرتدة مثالية، لوكاس يصل ويأتي بالهدف الأول للفريق الأحدي، لوكاس ريبار يعطي التقدم لأحد الآن. شوف الكرة جاءت كذلك من كارليتو، بعد ذلك محمد فاو، النقلة لمحمد عطية من لوكاس، أعادها للوكاس ريبار ليضع الكرة في شباك أساف ويعطي تقدما للفريق الأحدي. الآن الصمت يخيم على جنبات الجوهرة، الصمت يخيم على جنبات الجوهرة. على الاتحاد في الدوري، ماثيو أرسل كرة لدى كارليتو، كارليتو عرضية عند مين؟ رومارينيو، وفالديفيا يعيد الاتحاد مرة أخرى، فالديفيا يأتي بالتعديل، لا زال هنالك وقت، كذلك يشير البرازيلي لمدرج الاتحاد بأنه لا زال هنالك وقت، وعلينا العمل. وكرة وصلت رومارينيو، وفالديفيا يأتي بكرة بالشباك، صديق نيمار يعيد الاتحاد في الدقيقة 72، وبنت يأتي بسعادة غامرة لهدف تديل حاج. فالديفيا من الطرف الأيمن، فالديفيا الأرضية، ألكسندر بيزيتش، والكرة بعد ذلك تمر وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. رغم كل هذه المطالبات من ألكسندر بيزيتش وأيضا من جانب مدرج الاتحاد، أسامة عاشور كان هو التغيير الأخير الذي زج به أرسي بهذا التوقيت. شوف الاشتراك ما بين الاثنين، والكرة التي اهتلت بعد ذلك، عبدو بسيسي على تفيد ركلة المرمى، بطاقة صفراء
يأتي بانتصاره الأول. كارليتو سدد وعبدو بعد ذلك بين أحضانه. أرسل نظراته، فيكتوري يطالب بالتنفيذ، فالديفي أرسله الكرة بعد ذلك ذهبت إلى خارج أرضية الملعب وإلى